المركز المصري للأطفال الأنابيب، خبرة تطمن. والحقيقة ده سؤال مهم نسأله كتير جدا. الزوجين يعملوا حقن مجهري إذا كان هناك سبب في الزوج، مثل عدم وجود الخلايا المنوية على الإطلاق، أو قلة الخلايا المنوية، أو قلة حركة الخلايا المنوية في الزوجة، وهو عدم القدرة على الإنجاب نتيجة انسداد قناتي فالوب التي لا يمكن إصلاحها عن طريق العمليات الجراحية أو خلافه. هناك أيضا مجموعة أخرى اللي هو الزوجين اللي متزوجين لفترة حوالي سنة ولم يحدث حمل بالرغم من مرور سنة، ده اللي نسميه العقم الغير معروف ساو. لكن أيضا هناك الأزواج التي يستحسن إجراء عملية الحقن المجهري بعد فترة قصيرة، زي عندما تكون زوجة متقدمة في العمر أو يكون هناك ضعف في الخلايا المنوية للزوج.